مصر تجدد إدانتها للممارسات الإسرائيلية المشينة ضد الفلسطينيين وتتعهد باستمرار جهودها مع الشركاء حتى تقام الدولة الفلسطينية. استكمالا لصحيفة اتهاماتها قائمة سوداء ببصمة أممية تنتظر قوات الاحتلال على خلفية جرائمها ضد الأطفال في غزة. وواشنطن تحذر تل أبيب من تبعات وتداعيات حربها المحدودة مع بيروت 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. بموقف ثابت ووجهة نظر راسخة تمضي مصر دائما وأبدا في جهودها على كافة الأصعدة وبدعم غير محدود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على غزة حاملة على أكتافها جملة من الاتهامات الدولية والإدانات الأممية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكدت مصر أنها لن تتوقف عن إدانة الممارسات المشينة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، من بينها القصف المتعمد لمدرسة تابعة للأنروا بمخيم النصيرات وتنظيم ما يعرف بمسيرة الإعلام في القدس المحتلة. هذا وقد شددت مصر على مواصلتها العمل على شركائها ومع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 36,731 شهيدة، فضلا عن 83,530 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. في بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد المدنيين بالقطاع خلال الساعات 24 الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد 77 وإصابة 221. يأتي هذا فيما استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 15 آخرون في قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا، وذلك في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم واحد من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل العائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة الجعفراوي شرق دير البلح في وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة. هذا وقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينة رفح الفلسطينية. في سياق ذاته تواصلت المعارك العنيفة بالأسلحة النارية ما بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، فيما شنت دبابات الاحتلال عدة ضربات
على غرب ووسط رفح الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين الذين حوصروا داخل منازلهم. أعلنت الأمم المتحدة اعتزامها إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع. يأتي ذلك فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن إضافة إسرائيل لتلك القائمة ستكون من خلال تقرير يتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل مناقشته في 26 من الشهر الجاري. نشر أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعا لصور على منصات التواصل الاجتماعي عن اقتحامه رفقة جنود آخرين منزلا في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة واعتقال طفل فلسطيني والتنكيل به. أظهر المقطع اقتحام جنود الاحتلال منزلا في حي داود واحتجاز عائلة ومن بينهم طفل معصوب العينين مكبل اليدين. يأتي ذلك في ظل اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 3009 من الفلسطينيين من بينهم 635 طفلا من أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. عاد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الحياة مع اتجاه مزيد من دول العالم للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في وقت تعارض فيه دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يعارضون هذا التوجه معتبرين أنه لا يصب في صالح تحقيق السلام. عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة وعشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهيد وجريح ليعود مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الحياة في سباق مستحق لدولة فلسطين التي دفعت وتدفع ثمنا باهظا لذلك من دماء مواطنيها. منذ إعلان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين في عام 1988 اعترفت 3/4 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بها، وقررت 4 دول أوروبية مؤخرا هي إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا أن تنضم لقائمة الاعتراف بدولة فلسطين، مما أسفر عن توتر علاقات الدول الأربع بإسرائيل التي رفضت ذلك الاعتراف. وبالإضافة إلى هذه الدول اعترفت 4 دول أخرى في منطقة الكاريبي وهي جامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر البهاما بدولة فلسطين. وبينما ترى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن مثل هذا التوجه لن يساعد في تحقيق السلام، ترى 146 من إجمالي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعزز من مسار حل الدولتين بشكل فعلي بعيدا عن التعنت الإسرائيلي في تنفيذ كل بنود الاتفاقات السابقة وأبرزها اتفاق أوسلو عام 1993. الاتجاه الدولي المتزايد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت الكاسح في الأمم المتحدة لصالح طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة يعكس الانحياز الدولي للحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي المستمر عليه مع استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة للشهر 8 على التوالي. أعلنت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى نحو 80%، وذلك منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع. أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن ارتفاع البطالة في غزة يرفع متوسط البطالة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%، مشيرة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية المحتلة.
تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين المتجددة لمنفذ كرم أبو سالم من الجانب المصري لمعبر رفح البري. يأتي ذلك فيما تواصل قوة الاحتلال من الإجراءات التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات خاصة الوقود، مما يساعد في تفاقم الأزمات الكارثية داخل قطاع غزة. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازال الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة بعدم إنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. اليوم يعني منفذ كرم أبو سالم استقبل 52 شاحنة فقط دون شاحنات وقود، لم يتم دخول أي شاحنات للوقود اليوم، على الرغم من تجهيز مصر عدد كبير من المساعدات الإنسانية التي لازالت تصطف أمام بوابة معبر رفح البري، بالإضافة إلى حجم الشاحنات الكبيرة المصطفى على جانبي الطريق في مدينة العريش ومرورا بالشيخ زويد. ولازال أيضا الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث أو الرابع على التوالي يرفض أطنان الدقيق وتعود كما هي محملة على الشاحنات، هذه الأطنان التي بالطبع في أمس الحاجة إليها أهالي قطاع غزة داخل يعني الأراضي الفلسطينية لتوفير مزيد من الاحتياجات الغذائية المختلفة. أيضا يعني التقارير الدولية تشير إلى وجود عدد كبير من الأطفال على قوائم الانتظار لعبور معبر رفح من الجانب الفلسطيني لتلقي العلاج في المستشفيات، وهنا نتحدث عن الدور الكبير الذي تقوم به مصر في تجهيز المستشفيات المصرية لتلقي أو استقبال المصابين الفلسطينيين، وهنا نتحدث عن اصطفاف عدد كبير من سيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري على الرغم من توقف العمل على الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن هناك ما يقرب من 25,000 فلسطيني يحتاجون لعبور معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية وأيضا يتلقوا الخدمة العلاجية المختلفة التي لازالت مصر تقدمها للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وآخر إسرائيلي أن إدارة بايدن حذرت تل أبيب في الأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة في لبنان وتداعياتها على الأوضاع بالمنطقة. قال المسؤولون إن هناك قلقا متزايدا في الجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا وزارة الدفاع الإسرائيلية من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول. بحسب الموقع الأمريكي تحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود، لكنهما لم يحرزا تقدما بعد. أعلنت قوات الحوثي أن هناك غارات أمريكية وبريطانية على الحديدة باليمن. يأتي ذلك بعدما أكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد 19 ميلا بحريا غرب المخا باليمن. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من السفينة على بعد 27 ميلا بحريا جنوب المخا، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي. التوتر في منطقة البحر الأحمر يتصاعد مع استمرار قوات الحوثي في شن هجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 8 أشهر. في هذا الإطار قال الجيش الأمريكي إنه دمر 8 طائرات مسيرة تابعة لقوات الحوثي وزورقين في البحر الأحمر خلال الساعات 24 الماضية. القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أن قواتها تصدت بنجاح لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي التي أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن. يأتي ذلك فيما قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت أن انفجارا وقع بالقرب منها في البحر الأحمر على بعد 19 ميلا بحريا تقريبا غرب المخا باليمن. وعلى نحو منفصل قالت هيئة عمليات
التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن انفجارين بالقرب من سفينة على بعد 27 ميلا بحريا جنوب المخا. وذكرت أمبري في مذكرة أن مواصفات السفينة تتطابق مع الفئة التي تستهدفها قوات الحوثي التي تشن هجمات على سفن قبالة سواحل اليمن منذ عدة أشهر. وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إن السفينة كانت في طريقها من أوروبا إلى الإمارات ولم تكن تبث إشارة نظام التعرف الآلي في ذلك الوقت. ودابت قوات الحوثي على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في طريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي. وقد أجبر هذا شركات الشحن على سلوك مسار أطول وأكثر تكلفة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل على غزة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. ويعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40% من حركة التجارة العالمية. أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 40 شخصا جراء قصف مدفعي عنيف من قوات الدعم السريع على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطومة. يأتي ذلك فيما أشارت المصادر إلى إصابة أكثر من 50 شخصا بإصابات تتراوح ما بين طفيفة وخطيرة جراء القصف على أم درمان. أكد برنامج الأغذية العالمي أن هناك مناطق تعاني من خطر المجاعة في الخرطوم والفاشر وولاية الجزيرة ودارفور وأجزاء من كردفان بسبب النزاع. وأوضح البرنامج أن المدنيين يعتمدون هناك على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أنه قدم خلال الأسابيع الأخيرة المساعدة لقصف 1 مليون شخص تقريبا في المناطق الساخنة. في الملف الروسي الأوكراني، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه لن يكون هناك وجود لأوكرانيا أو فرنسا دون الانتصارات الأوروبية، وأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا. خلال كلمته أمام البرلمان الفرنسي غداة إحياء الحلفاء الذكرى 80 لإنزال النورماندي، أوضح زيلنسكي أن العالم يعيش أوقاتا لم تعد أوروبا فيها قارة للسلام، حيث تنتشر معسكرات الاعتقال والتهجير، مشيرا إلى أن روسيا عبرت عن تهديد مباشر لفرنسا وأنه لا ينبغي معارضة قرارات باريس العسكرية. إن روسيا عبرت عن تهديد مباشر لفرنسا، وهذه أصبحت حجة إضافية. فرنسا التي تقف إلى جانبنا، ولا ينبغي لأي طرف أن يعارض فرنسا فيما يتعلق بقرارات الفرنسية العسكرية. نحن بحاجة إلى دعم دائم فعال وطويل الأجل ودعم القادة، آنذاك نستطيع أن نضمن إنجاز مهمتنا، أن نضمن بألا تعود أوروبا إلى ما فترة ما قبل إنزال النورماندي، وحيث من دون انخراط العالم ما كان لأوروبا أن تقوم بإنزال النورماندي، واليوم هي نفس الشيء، وهذا الأمر يعني كل إنسان يعيش على كوكب الأرض. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في باريس، حيث سيقدم له حزمة مساعدات في صورة أسلحة بقيمة 225 مليون دولار. يأتي ذلك على هامش احتفالات ذكرى يوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية، حيث التقى زيلنسكي خلال زيارته إلى العاصمة باريس وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن وباريس تؤكدان حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وأن الدولتين تعملان من أجل تقديم المساعدة الأمنية اللازمة لكييف. وأكد أوستن خلال لقائه وزير الجيوش الفرنسية سباستيان لوكورنو أكد أهمية الشراكة ما بين واشنطن وباريس في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولتين تعملان من أجل تعزيز حلف شمال الأطلسي الناتو. اعتبرت الخارجية الروسية أن قرار واشنطن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا يعني أن الولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل النساء والأطفال في بيلغورود. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يقوم بتصعيد التوتر عمدا في أوكرانيا مما يزيد من مخاطر نشوب الصراع، مضيفة أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل السبل المتاحة وسط التهديدات الغربية في الحرب الأوكرانية الروسية. أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 5 صواريخ و48 من أصل 53 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم شنته الليلة الماضية على 9 مناطق. وذكر حاكم منطقة كييف أن الهجوم الروسي أدى إلى نشوب حريق في إحدى المنشآت الصناعية. عملت خدمات الطوارئ على إخماد الحريق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأضاف الحاكم أن الهجوم بالطائرات المسيرة تسبب في تدمير نوافذ في 3 مبان سكنية في الأقل وإلحاق أضرار بمتجر ومكتب للبريد وغيرها من البنى التحتية المحلية. فتحت مراكز الاقتراع في بولندا وتشيك أبوابها لليوم الثاني من التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في أنحاء القارة. تتيح الانتخابات لنحو 370 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم على مدار 4 أيام. يشار إلى أن أيرلندا لديها 14 مقعدا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في نفس وقت انتخابات المناصب المحلية. تجري جمهورية التشيك الانتخابات على 21 مقعدا. We'll be right back.
وتستمر انتخابات البرلمان الأوروبي 4 أيام، وتعد واحدة من 3 هيئات تمثل السلطة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي. ويختار الناخبون في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى 5 سنوات على 720 عضو يتم اختيارهم بالبرلمان من بين آلاف من المرشحين. المزيد حول انتخابات البرلمان الأوروبي يستعرضه لنا في هذا العرض المفصل مصطفى ميزار. أهلا بحضرتكم. انتخابات البرلمان الأوروبي تجرى كل 5 سنوات بالاقتراع العام للبالغين في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ثاني أكبر انتخابات في العالم. يشارك في هذه الانتخابات نحو 370 مليون ناخب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ويكون الحد الأدنى لسن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي مختلف، وإن كان في معظمها هو 18 عام. لأول مرة في ألمانيا سيتم السماح للقُصّر أيضا بالتصويت بعدما تم خفض سن التصويت في البلاد الانتخابات الأوروبية من 18 إلى 16 عام. سوف يتم انتخاب 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي بين الآلاف من المرشحين. هذا العدد هو الأقل من الانتخابات السابقة، وذلك بسبب تراجع عدد الأعضاء بعد مغادرة المملكة المتحدة للتكتل الأوروبي خلال عام 2020. يوجد مقران للبرلمان الأوروبي، أحدهما في بروكسل في بلجيكا والآخر في ستراسبورغ في فرنسا، حيث تعقد معظم الجلسات العامة والتي تشهد تصويت النواب على التشريعات، في حين تعقد الجلسات البرلمانية اليومية الأخرى في بروكسل. هذه الانتخابات تحدد أعضاء البرلمان الأوروبي فقط دون الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى، وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تحقق مكاسب في الانتخابات الأوروبية والتي تجرى في 27 دولة، لكن من المتوقع أيضا أن تحتفظ الأحزاب التقليدية في ألمانيا وفي أوروبا بالصدارة، وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين المتطرف ستحسن من موقعها، ولا يزال من المتوقع أن تبقى القوى التقليدية في البرلمان الأوروبي وهي حزب الشعب الأوروبي، اليمين الوسط، والاشتراكيون والديمقراطيون ذوي الميول اليسارية، ومجموعة تجديد أوروبا الوسطية الليبرالية في الطليعة. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين المرشحة لولاية ثانية في منصبها والمنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي اليميني وهو الكتلة الرئيسية في البرلمان، استبعدت التعاون مع مجموعة الهوية والديمقراطية والمتهمة بأنها حليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير أنها تركت المجال مفتوحا أمام إقامة تحالفات مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقيادة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والتي تضم أحزابا يمينية متطرفة مثل حزب فوكس الأسباني وحزب الاسترداد الذي يتزعمه الفرنسي إيريك زامور. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اعتبرت أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تشكل نقطة تحول بفوز أحزاب اليمين المتطرف، ورئيسة الوزراء الإيطالية هي زعيمة لكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، إحدى المجموعتين اليمينيتين المتطرفتين في البرلمان الأوروبي. أما المجموعة الأخرى فهي كتلة الهوية والديمقراطية، والتي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة ماريد لوبانوا، حزب الرابطة الإيطالي الذي يتزعمه ماتيو سالفيني حليف ميلوني. هكذا يتضح أن انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام تختلف عن سابقتها في العديد من الجوانب، والتي لربما تغير من توجهات وقرارات البرلمان في بعض القضايا التي تهم أوروبا والأوروبيين. انتخب المشرعون في التحالف الوطني الديمقراطي بالهند، انتخبوا ناريندرا مودي رسميا رئيسا للوزراء لولاية ثالثة على التوالي، مع عودة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى حكومة ائتلافية. يجتمع مودي مع الرئيسة درو بادي مورو
لتقديم طلب لتشكيل حكومة جديدة. قال متحدث باسم أحد الأحزاب المتحالفة مع مودي، قال إنه من المقرر أداء اليمين مساء الأحد. هذه أول مرة منذ 10 سنوات يحتاج فيها حزب بهاريتيا غاناتا بزعامة مودي إلى دعم من الأحزاب الإقليمية، وذلك لتشكيل الحكومة. أعلن خفر السواحل الياباني دخول 4 سفن حكومية صينية المياه الإقليمية للبلاد بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسؤولين بخفر السواحل الياباني قولهم إن السفن التابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المياه الإقليمية قبالة جزيرة ميناميكو جيما، مشيرين إلى أن جميع السفن غادرت المياه بعد نحو 2 ساعة من دخولها. وتسيطر اليابان على جزر سينكاكو، وتؤكد الحكومة اليابانية أنها جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان، وسط خلافات مع الصين حول تبعية الجزر. أعلنت الحكومة اليابانية رصد سفينة أبحاث كورية جنوبية تجري مسحا بحريا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان حول جزر صغيرة تطالب طوكيو بالسيادة عليها. ذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن سفن خفر السواحل الياباني رصدت السفينة في بحر اليابان جنوبي جزر تاكاشيما، والتي تسيطر عليها كوريا الجنوبية تطالب بها اليابان، مشيرة إلى أن الجانب الكوري الجنوبي لم يقدم أي طلب مسبق بشأن القيام بهذا النشاط. أصدرت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت تحذيرا جديدا بشأن الوضع المناخي العالمي. أشارت إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال العام الماضي تجاوز متوسط ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية. المناخ ثائرا، فصل جديد من غضب الطبيعة يطل على العالم من بوابة شهر مايو الماضي. التداعيات كشفت عنها خدمة مراقبة تغير المناخ وتابعة للاتحاد الأوروبي أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال العام المنتهي بمايو الماضي تجاوز متوسط ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية، ما يجعلها الفترة الأكثر سخونة وحرارة منذ عام 1940. جحيم مناخي، هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما ينتظر العالم في الفترة المقبلة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب هذا الكابوس المرعب. وحذر في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة من عواقب السرعة التي تتحرك بها الدول والمنظمات الكبرى في الاتجاه الخاطئ بعيداً عن استقرار النظام المناخي. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حذرت من كارثة وشيكة بنسبة 80% في تسجيل متوسط حرارة يتجاوز مؤقتاً 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وذلك مقارنة بنحو 66% العام الماضي. الوقت الأصلي ينفذ، وأصبح العالم بأسره يسابق الزمن في الوقت بدل الضائع لتصحيح المسار والإسراع في خفض إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري عالمياً بنحو 30% بحلول عام 2030. المعركة بين العلم ووحش المناخ تزداد شراسة وتحدياً، فمن يربح أخطر جولة تهدد سلام الطبيعة ووجود البشر؟ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مجموعة بريكس تنظر حاليا في نحو 30 طلبا من دول مختلفة في العالم للتعاون. وقال لافروف إن المجموعة تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون، وتمثل بريكس الآن 45% من سكان العالم و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع التي تبلغ 30%. يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظارا للانتخابات المرتقبة في يوليو
في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الجديدة ملفات متخمة بالتحديات والضغوطات الخاصة، لا سيما فيما يتصل بالوضع الاقتصادي في البلاد. يأتي ذلك فيما حذر مركز كروم البريطاني للدراسات الاستراتيجية، حذر الحكومة البريطانية الجديدة من أنها ستحتاج إلى سد عجز يصل إلى 33 مليار جنيه استرليني في المالية العامة، ما لم تكن مستعدة للمضي قدما في جولة جديدة من إجراءات التقشف الشديدة. حالة من التقشف يواجهها اقتصاد المملكة المتحدة، أحد أكبر اقتصادات العالم في الفترة المقبلة، مع استمرار أزمة العجز المالي المتصاعدة، حيث يحبس البريطانيون أنفاسهم انتظار الانتخابات المرتقبة في يوليو، في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الجديدة ملفات متخمة بالتحديات والضغوطات الخاصة، لا سيما فيما يتصل بالوضع الاقتصادي لبريطانيا، حيث ملفات مفتوحة على مصراعيها في انتظار قرارات حاسمة. هذا وحذر مركز كورام البريطاني للدراسات الاستراتيجية، حذر الحكومة البريطانية الجديدة من أنها ستحتاج إلى سد عجز يصل إلى 33 مليار جنيه استرليني في المالية العامة، ما لم تكن مستعدة للمضي قدما في جولة جديدة من إجراءات التقشف الشديدة. مركز كورام البريطاني أكد أن هناك سيناريوهين اثنين حسب الحزب الفائز في الانتخابات العامة المقبلة لسد العجز المالي. السيناريو الأول، في حال استمرار حزب المحافظين بالحكومة وفوزه بانتخابات يوليو المرتقبة، حيث ستكون هناك عودة محتملة إلى التقشف في محاولة لسد العجز في الميزانية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد البريطاني وتوجهات المملكة. أما السيناريو الثاني، ففي حال فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات، فإن الحكومة ستتجنب العودة إلى التقشف، كما ستسعى إلى تأجيل ذلك قدر المستطاع. وشدد المركز على ضرورة الإسراع بتبني استراتيجيات خاصة لسد العجز، تجنبا لحدوث أزمة أكبر في المستقبل. لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا توجد حلول واضحة نظرا لصعوبة الوضع، وبما يهدد بدخول الاقتصاد في مرحلة الانكماش، وهو ما تعانيه معظم دول أوروبا بدرجات متفاوتة. وفي مراجعته السنوية لاقتصاد المملكة المتحدة الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من فجوة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني بعد الانتخابات. هذا وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية من أنها قد لا تتمكن من تحقيق مستهدفاتها بشأن الدين، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة يجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات، ومتوقعا أن يصل صافي ديون القطاع العام باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا إلى 97% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028-2029. أظهر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد ارتفاعا غير مسبوق في الدين العام عالميا، وصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة تقدر ب 5.6 تريليون دولار عن العام السابق له. التقرير الجديد الذي حمل عنوان عالم الديون 2024 عبء متزايد على الرخاء العالمي، يدق ناقوس الخطر بشأن أعباء الديون المتصاعدة على الرخاء العالمي، ويشمل كل من الاقتراض الحكومي العام المحلي والخارجي. وذكر الأنكتاد أن دول نامية دفعت 847 مليار دولار من الفوائد الصافية في عام 2023، بزيادة 26% عن عام 2021. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو. ذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية والأكثر تداولا عالميا سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو، أي بزيادة قدرها 0.9% عن مستوى أبريل الماضي. نعم.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة. وشدد المركز على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 24.9% لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2023، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة 16.1% لتصل إلى 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024. أوضح المركز كذلك أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعا افتراضيا مع رشاد نابايف وزير النقل والتنمية الرقمية الآذري، حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الآذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث رأس الوزيران اجتماعات اللجنة التي تم الاتفاق من الجانب الآذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات. وقعت مصر وغامبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية، حيث تهدف المذكرة للتعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمياه وإدارة الأنهار المشتركة والتحلية وحصاد مياه الأمطار والتنبؤ والإنذار المبكر ومكافحة التصحر والتعاون العلمي والتدريب. أعلنت الحكومة إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفقا لأحدث إصداراته، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم. وأشارت الحكومة إلى الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالمي العالي خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة أنه كان دافعا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيف الدولي في ظل سياسات البحث العلمي التي تتماشى والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت محافظة الأسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضمان توفر السلع الأساسية خلال الأيام القادمة. أوضحت مديرية التموين بالأسكندرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأسواق وضبط الأوضاع بالتنسيق مع الإدارات الفرعية المختلفة، إضافة إلى التأكد من توفر السلع والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها المختلفة، بحيث يكون معلنا عن أسعارها
بوضوح للمواطنين. وقد تم توجيه كافة الأجهزة الرقابية التموينية بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق. أصناف كثيرة من اللحوم بأسعار كثيرة تنافسية بالنسبة للسوق لو مقارناها بينا وبين السوق، ويمكن الأسعار اللي أقولها دلوقتي والمواطن وهو والمشاهد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا هيقدر يقارن ما بين المنافس وزارة التموين والتجارة الداخلية والأسعار السوق الموجودة. يمكن احنا عندنا طرحين لحم شمبري سوداني ب 285 جنيه، طرحين لحوم ضاني مبردة ب 360 جنيه، طرحين لحوم ضاني مستوردة من مجمدة من أوروجواي ب 335، طرحين لحوم جيبوتي ب 335 أيضا، طرحين لحوم هندي 220، طرحين دواجن محليه وزن الكيلو ب 100 جنيه، طرحين يعني برضو دواجن مجمده مستورده برازيلي وزن الكيلو 135 جنيه، بالاضافه الى موجود الزيوت باصنافها بعبواتها اللتر وال 800 ملي وال 700 ملي، والرز يبدا ب 32 اللي هو المعبأ وانت طالع، الزيوت الصلصه السمنه، كل ما يحتاجه المواطن. ويمكن هنا المجمع ده متكامل من كل حاجه. بشتري اللحمه المعتاده ان انا اشتريها على طول من الفرع، لحمه النهارده البلدي المجمدة ب 285، هي النهارده جودتها كويسة جدا على طول بنشتري منها، وكمان المجمع الاستهلاكي السنة دي موفر عدد كبير جدا من اللحوم اللي نقدر نشتريها أو نختار ما بينها. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتطوير المحافظات وفي إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الصيف، يجرى العمل في مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي بمدينة رأس البر الذي يحقق التطوير الشامل لهذه البقعة السياحية الهامة بالمدينة. تتضمن عمليات التطوير تدعيم حاجز الأمواج والغاطس الشمالي بمنطقة الخليج، وأيضا إنشاء حاجز بحري بطول 420 مترا وحائط بحري بطول أيضا 420 مترا بطول الكورنيش، ذلك لحماية الشاطئ. كما يتضمن إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية بإجمالي مسطح 5200 متر مربع، يشمل مسطحات خضراء وإنشاء مرافق كاملة، بالإضافة إلى مسار دراجات بطول 700 متر طولي يمتد حول جميع ساحات الكورنيش. بالنسبة كمان للمشاريع القائمة بمدينة رأس البر، مشروع عواصم المحافظات، ودي مبادرة رئاسية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي عبارة عن موقعين بإجمالي وحدات سكنية 239 عمارة، 4820 وحدة سكنية. حضرتك هو الوحدات السكنية في معها خدمات مرفقية بصحة تعليم أسواق منطقة تجارية، ودي بالنسبة للمشاريع القائمة. بالنسبة لداخل المدينة احنا حضرتك بنكثف أعمال النظافة، بنكثف أعمال التجميل، بنكثف خدمات الحملات الإشغالات مع شرطة المرافق ومع اسم الشرطة. في عندنا موقف 109 ده بمنطقة تجميعة ساحات انتظار لعربات اليوم الواحد عشان ما يبقاش في كثافة مرورية داخل المدينة. حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزا هاما على نظيره بوركينا فاسو بهدفين للهدف لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى النقطة التاسعة من ثلاثة انتصارات. في سعيه لاستعادة تألقه ومكانته المرموقة قاريا ودوليا، حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم انتصارا ثمينا على ضيفه منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. سجل هدفي منتخب مصر نجمه محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 83 من عمر الشوط الأول الذي تبارى فيه لاعب المنتخب في إضاعة عدة فرص محققة لحسم اللقاء بنتيجة أكبر، لا سيما في ظل اعتماد المنتخب في الشوط الأول على الضغط الهجومي الكاسح على دفاعات المنافس.
وفي الشوط الثاني تراجع أداء منتخب مصر بشكل ملحوظ في الوقت الذي تحسن فيه مستوى المنتخب البوركيني ونجح في السيطرة على وسط الملعب ليتمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف في الدقيقة 57 بعدما تابع لاسينا تراوري كرة رأسية تصدى لها محمد الشناوي ليضع الكرة في الشباك بسهولة وسط غفلة من مدافع المنتخب. فوز المنتخب الوطني في اللقاء الرسمي الأول تحت قيادة مديره الفني حسام حسن عزز صدارة المنتخب لترتيب المجموعة الأولى لتصفيات المونديال بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في 3 مباريات متتالية، فيما توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة. مبارك للمنتخب المصري فوزه بالأمس. والآن مشاهدينا إذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصر تجدد إدانتها للممارسات الإسرائيلية المشينة ضد الفلسطينيين وتتعهد باستمرار جهودها مع الشركاء حتى تقام الدولة الفلسطينية. استكمالاً لصحيفة اتهاماتها، قائمة سوداء ببصمة أممية تنتظر قوات الاحتلال على خلفية جرائمها ضد الأطفال بغزة. واشنطن تحذر تل أبيب من تبعات وتداعيات حربها المحدودة مع بيروت. ختام نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. لتمام السادسة جولة إخبارية مجددة، إلى الملتقى.